فكرتي باللي قلت لك يا بدك ترجعي على البيت؟ أسفة ريحان، بس ما بدي أرجع. لا تفهميني غلط، ما قصدي عندك بهذا الشيء أو حتى أني زعلك، بس أنا هلأ محتاجة لشوية وقت. شوفي سونا، نحن متضايقين عليكي، أنا وأخوكي كمان مرينا بظروف صعبة وتوترت علاقتنا، ولما تحسنت الأمور ضل في شي ناقص بسبب غيابك. حبيبة قلبي، ما فيك تحلي مشاكلك بالهرب. أنا ما عم بهرب أصلاً، ما فيني أهرب. أنا ماني مثلكن ريحة، أنتو فيكن تكونوا سوا مع بعضكن ولحالكن إمتى ما بدكن ووين ما بدكن، حتى فيكن تهربوا مع بعضكن إذا بدكن، بس أنا حتى ما فيني روح من غرفة لغرفة من دون ما حدا يساعدني بنوم. طلعي على حالتي. سونا، سونا انتي، سونا انتي عم تحركي رجليكي؟ ما عم صدق. سونا ما عم صدق يلي عم شوفه. انتي عم تقدري تحركي اصابعك؟ حسيتي بهالشي؟ هلا حركتيهم، شفتي؟ يا الله، ما عم صدق يلي عم شوفه. ايه، هالتحسن كتير منيح سونا، ما عم صدق هالشي. الف الحمد لله يا رب، الف الحمد لله. بس ما عم بقدر أكتر من هيك، ما فيني حركهم أكتر بنو. كيف يعني ما بتقدري؟ بلا رح تقدري سونا، من إمتى وانتي عم تحركيهم؟ هاد كتير منيح. طيب شو قالك الدكتور؟ بعرف أني عم زيد عليكي بالأسئلة، بس كتير فرحت لك حبيبتي لدرجة حاسة حالي رح طير من الفرح. والله سونا، الكل رح ينبسطوا بهالشي، الكل، خاصة أخوكي. يلا يلا امشي، نروح ونبشرهم هاي البشارة، بترجاكي. سونا حبيبتي، حتى لو هاي الحركات الصغيرة ما همتك، بس كل يلي بالبيت مستنين هالخبر من سنين. ما عم افهم ليش ما بدك ياهن يعرفوا هالشي. انا خيبة املهم من لما ولدت، ما بدي اتعذب اكتر من هيك، وكمان ما بظن اني رح اقدر اعملها. لا معقول هالحكي هاد؟ سونا انتي حبيبة قلب عيلتك ورح تقدري تعمليها، لا تقولي هيك لو سمحتي. بلكي كان قدري هيك، بس بلكي ما قدرت اعمل اكتر من هيك، وقتها رح ازعل واتعب كتير. انا واثقة فيكي سونا، انتي لازم تكملي علاجك. ليكي اسمعي، هي بداية كتير حلوة ورح تضلي مستمرة، وثقي فيني انا متأكدة. إذا بتريدي لا تصري علي أكتر من هيك، ما فيني أتحمل الخسارة مرة تانية. إجيتي لعندي واهتميتي فيني، شكراً كتير إلك، بس إذا بتريدي روحي هلأ، ما رح تقلي لهم شي، ما هيك؟ لو سمحتي لا تقلي لهم، وعديني بهذا الشي. طيب بوعدك ما رح أقل لهم شي، بس ما رح روح منهم. طالما عم تقولي ما رح ترجعي، أنا كمان رح ضل هون. كيف يعني ما رح تروحي؟ بس ما فيك تضلي هون ريحة،
ما تشغلي بالك فيني، أنا بقدر دبر أموري لحالي. بعرف، بس مو مشان هذا السبب رح ضل هون. شو لكان؟ لأنه بدي اياكي تشوفي اللي عم شوفه قبل ما توثقي بحالك وتآمني إنك رح تقدري تعمليها. ما رح روح لأي مكان. في عقبة واحدة قدامك لتقدري تمشي، وهي خوفك هاد. بس انتي لازم تحاولي وتآمني بحالك. جربي ورح تشوفي النتيجة. ما بعرف، بس أنا بعرف انتي رح تنجحي. رح تحاولي ورح تنجحي. إذا مو اليوم أكيد بكرة رح تقدري. وغير هيك انتي مانك خيبة أمل حدا بالحياة يا سونا. لما بيكون الشخص يائس بحياته ولما ما بيضل عنده أي أمل، وقتها هيك بيصير بحس. تقدري على هالشي لأنك قوية. لا تنسي اللي عم قوله أبدا. أمير عم يتصل. ليش ما رديتي؟ هلأ هيك رح يقلق. ايه رح يقلق، ورح يضل كل يوم عم يقلق عليكي لحد ما يشوفك قدام عيونه وبالقصر. يا منطلع سوا انا وانتي من هون، او رح نضل اتنيناتنا سوا. شو عم تعمل؟ ليش ما ردت؟ يمكن ما قدرت تقنع. شو صار؟ في شي خبر جديد؟ لا. أكيد بيكون صاير شي. لو في أخبار حلوة كانت مرتك دقت لك من زمان. طمني، مو صاير شي. لا تشغلي بالك أمي. لو مو صاير شي مشكلة، ليش ما عم ترد عليك يا ابني؟ ليش ما ردت عليك وطمنتنا؟ يا ترى لو كانت امه واخوها كانت عملت هيك؟ انا وانت يلي كان لازم نروح. عكل ما في داعي نستبق الاحداث. انا بوثق بريحان، هي بتعرف كتير منيح شو يلي لازم تعمله، فلا تشغلي بالك.